أهلا بهذا الحضور الميمون، أهلا بهذه الأصايل التي تنطلق هنا في فضاءات الأصالة، هنا حيث ميدان الوثبة. بسم الله نبدأ مشاهدين الكرام مع هذه الرحلة وانطلاقة ثاني أشواطنا الخاص بالثنايا البكار المهجنات الأصايل وشعارات أصحاب السمو والسعادة الشيوخ التي تنطلق هنا بحثا عن المنافسة في شوط رصدت له سيارة كجائزة عينية للفائزة بالمركز الأول. المقدمة هنا مع العنود، العنود تحتل المركز الأول وتنطلق بشعار هجن العاصفة، يقودها في عملية التضمير حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. المركز الثاني العنود أيضا، شوط يبدو بأن شوط عنيد، شوط قوي هذا ما تؤكده لنا الأسماء المعاندة على الصدارة. إذن العنود تحتل المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويقودها في عملية التضمير قائد العمليات في الفرقة 11 علي بن راشد بن غدير الكتبي. المركز الثالث سنة تحتل المركز الثالث لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، ويضمرها حامد بن علي بن أحمد السوداني. وفي المركز الرابع ما شاء الله هنا الماجدية لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم، ويضمر الماجدية جمعة بن عبيد بالدبيلة. بينما المتابعة للمركز الخامس، وهنا التدخل من قبل الكورة، تدحرجت الكورة وانطلقت في المركز الخامس الآن لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم ومهير بن سيف بن نواس في عملية التضمير. أتابع المركز السادس، ملوح تصل في سادس المراكز لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان الهيان وأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في عملية التضمير. إذا بالصايغ حاضر في هذا الشوط، وينطلق أحمد بن خلفان بالصايغ مع ملوح في المركز السادس. المركز السابع كحال إذا تحتل المركز السابع بشعار هجن العاصفة، ويضمرها واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدي الكتبي. بينما المركز الثامن وصلتنا الشاهينية لسمو الشيخ خليفة بن مكتوم بن أحمد مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ومحمد بن سعيد بن حلوة في عملية التضمير. المركز التاسع نشوة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن لاحق الهاجري في التضمير. وفي المركز العاشر هنا العزرة لهجن الرئاسة، ويضمرها سعيد بن شطيط الوهيبي. هكذا مشاهدينا الكرام أنهينا ندائنا الأول لنعود إلى تقدم العنود. الله يا العنود، العنود تحتل المركز الأول، سيطرتها واضحة على هذا الشوط. إذا العنود هناك على المقدمة تحتل المركز الأول، تبسط سيطرتها الواضحة هناك مع المركز الأول، تقوم بأبحاثها هناك، أبحاثها في مركزها الاستراتيجي نحو ناموس هذا الشوط. إذا أبحاث مستمرة من قبل العنود من خلال هذا التقدم وهذه الأبحاث، بكل تأكيد بأنها تعملها لأنها تريد أن تقترب أكثر وأكثر من ناموس هذا الشوط. العنود هناك على المركز الأول، معانده العنود لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. المركز الثاني أيضا العنود تحتل المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ويضمرها علي بن راشد بن غدير الكتبي. المركز الثالث هنا تحتل المركز الثالث لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفان هيان حامد بن علي بن أحمد السوداني في التضمير. وفي المركز الرابع الله كحال، وصلت الآن من الأسماء المميزة، من الأسماء المرشحة كحال وصلت الآن وانطلقت إلى المركز الرابع. الله
هجن العاصمة تنطلق في المركز الأول، ويأتي الدعم مع ثالث المراكز من خلال تقدم ومتابعة كحال بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الخامس يشاهد ملوح لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان النهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في التضمير. والمركز السادس الماجدية في سادس المراكز لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم جمعة بن عبيد بالدبيلة يسير معها في سادس المراكز. المركز السابع نشوة بنشوة هذه الانطلاقة وهذا التحدي في سابع المراكز. إذا النشوة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يضمرها مطر بن لاحق الهاجري. المركز الثامن العزرة لهجن الرئاسة سعيد بن شطيط الوهيبي شاطر المضمرين ينطلق مع العزرة في ثامن المراكز. متابعتنا للمركز التاسع وجد في تاسع المراكز لسمو الشيخ لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعامر بن حمد بن دعفوس المنصوري في المتابعة. وفي المركز العاشر هنا التحدي مع الكورة. يلا هي الكورة، يلا هي الكورة، خلاص الشوط الثاني بينتهي الحين، خلاص نحن الآن في آخر الدقائق من هذه المباراة الأصيلة. يضمر الكورة بل يمتلك الكورة في البداية سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم، ويضمر الكورة المدرب الكابتن مهير بن سيب بن واس. ها هي النتيجة أيضا في ندائنا الثاني وكيلو ونصف الكيلو. الله 1500 متر ووصلنا عند هذه الأمتار التي تتلاعب بأعصاب المضمرين. الله العنود يا جماعة، قلت لكم بأنها تواصل أبحاثها هناك في مركزها الخاص الاستراتيجي بنظرتها نحو الناموس. السلام يا العنود، انطلقت العنود إذن في المركز الأول بشعار هجن العاصمة هناك على المقدمة على المركز الأول يضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي. المركز الثاني العنود أيضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعلي بن راشد بن غدير في التضمير. والعزرة أيضا انطلقت، العزرة وصلت في المركز الثالث لهجن الرئاسة بقيادة شاطر المضمرين سعيد بن شطيط الوهيبي. يا السلام، روح يا الواثق، روح روح يا الواثق، روح. الله 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 الله، العزرة بدأت الآن في الاقتراب وأيضا معها كحال. الله يا سلام، الشوط لمن أمتار تتلاعب بأعصاب المضمرين. خطط مشاهدين الكرام، خطط وتكتيكات من المضمرين. والعزرة الآن مرت العزرة إلى المركز الأول وانطلقت مشاهدين الكرام. كحال في المركز الثاني لهجن العاصمة بقيادة حمد بن راشد بن غدير. العزرة وكحال على المركزين الأول والثاني، ولكن العزرة على المركز الأول مع شاطر، المركز الثاني هنا كحال مع هجن العاصمة والواثق حمد بن راشد بن غدير. ولكن يبدو بأن العزرة مشاهدينا الكرام تنتزع ناموس شوط البكار المهجنات الأصايل في أشواط السرعة والتي تبرهن على سرعة وأداء مشاهدينا الكرام. العزرة تهانينا وناموس رئاسي في هذا الشوط، تهانينا وسلام سلام عليكم يا أهل العاصمة للمرة الثانية في هذا المساء. المركز الثاني كحال لهجن العاصمة، وفي ثالث المراكز العنود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الرابع نشوة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، والمركز الخامس العنود لهجن العاصمة. إذا مشاهدينا الكرام نعود بحضراتكم إلى التوقيت الزمني، لحظة انطلاقة ولحظة وصول العزرة التي جاءت مشاهدينا الكرام بعد أن كانت في الصفوف الخلفية إلا ها أن أرادت حجز تذكرتها ومقعدها على الفيرست كلاس وعلى المركز الأول، قاطعة المسافة في 9 دقائق 12 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا للمرة الثانية لهجن الرئاسة ولأداء العزرة التي أرادت أن تكون في الصفوف الأمامية، والتهاني موصولة لمضمر العزرة سعيد بن شطيط الوهيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، أحييكم أجمل تحية بهذه الانطلاقة المسائية
بهذا المساء في انطلاقة الشوط الثالث وهو للثنايا القعدان.